إذن كما تابعنا في هذا المشهد الذي ظهر فيه رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وتحدث عن الرقم 1111 وكذلك يعني عموم تطورات الموضوع والوفد المصري الموجود والفصائل الفلسطينية التي سوف تتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل لبحث الرؤية الموحدة المتعلقة بالتحرك الوطني وخطوات إنهاء الانقسام. كل هذه الملفات سوف نتابعها مع الأستاذ إبراهيم المدهون الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ إبراهيم مساء الخير. مساء الورد. يعني هذا الحراك الدبلوماسي ما هو المتوقع أن يسفر عنه؟ وهذا ليس حراكا دبلوماسيا، هذه تداعيات انتصار المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس. اليوم العالم بات ينظر إلى المقاومة الفلسطينية أنها هي العنوان الممثل عن الشعب الفلسطيني، هي القادرة أن تتصدى للاحتلال وأن توقف همجية الاحتلال وعدوانه على القدس وعلى شيخ جراح وعلى الضفة وعلى غزة، وهي أيضا من تداعيات انتصار الحالة الفلسطينية العامة التي خرجت في الضفة ومناطق 48 وفي دول الطوق وفي الأردن ولبنان. هذا الشعب الفلسطيني الذي تحرك في كل مكان بات العالم يدرك أنه هو كلمة السر وأن قيادته هي كلمة السر وأن الحديث معه ضروري. ولهذا أنا باعتقادي أننا اليوم أمام مرحلة جديدة، مرحلة استراتيجية، تحول استراتيجي. هذا التحول يقول أن الاحتلال الإسرائيلي في منحنى تنازلي وأن المقاومة والشعب الفلسطيني في منحنى تصاعد، ولهذا يهرول اليوم الساسة والمسؤولين من أجل الحديث والتحدث والاستماع إلى الشعب الفلسطيني. نعم، كان على جدول أعمال الوفد المصري حديث عن صفقة لتبادل الأسرى، هل من المتوقع أن يعني تمضي الأمور بهذا الاتجاه؟ وكما الجميع يعلم أن هناك 4 جنود إسرائيليين أو 5 لدى المقاومة الفلسطينية، منهم 2 أسرى في معركة العصف المأكول أو العدوان الذي شن في 2014، فهم هادار جولدن وشاول أرور، بالإضافة إلى أيضا 2 أو 3 من الجنود غير اليهود. هذه لا شك أنها أوراق قوة لدى الاحتلال الإسرائيلي، كان جندي واحد وتم إخراج 1000 أسير. طبعا نتنياهو لأنه تم أسرهم في معركته الفاشلة في 2014 ولأنه هو الذي يعني أمضى صفقة وفاء الأحرار وأخرج أكثر من 1500 أسير فلسطيني، هو لا أراد أن يطمس هذا الملف. الآن بعد هزيمة الاحتلال في سيف القدس وبعد غياب نجم وحضور نتنياهو المتوقع، باعتقادي قد يعني يكون فرص إتمام صفقة جديدة واقع، لكن علينا ألا نرفع سقف التوقعات وألا نتعجل الأمور. هذه تحتاج إلى نفس طويل لأنه هذه من المواضيع الصعبة والقاسية على الاحتلال، لأنها تعتبر هزيمة أخرى أو تعتبر هز العقيدة الإسرائيلية أو للمشهد الإسرائيلي بشكل عام. المقاومة الفلسطينية مصرة على ذلك، مصرة بشكل كبير ومصرة أيضا ألا تربط هذا الملف بأي قضايا أخرى، لا الإعمار ولا الحصار ولا المواضيع السياسية. هذا موضوع مطروح الآن، هناك 10 جنود إسرائيليين في قبضة المقاومة لن يخرجوا ولن يروا النور إلا من خلال صفقة تبادل جديدة يتم الإفراج فيها عن معظم الفلسطينيين أو الأسرى الفلسطينيين، خاصة أصحاب المحكوميات العالية. الآن متى وكيف هذه لها تفاصيل كثيرة. الفصائل الفلسطينية سوف تتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل لما قيل بأنه رؤية موحدة لخطوات إنهاء الانقسام، يعني كيف يمكن أن يبدو المشهد في هذه القضية؟ الآن الشعب الفلسطيني لا يقبل أن يتحدث عن الانقسام، لم تجاوز الانقسام. معركة القدس أو معركة سيف القدس أنهت الانقسام الفلسطيني. الشعب الفلسطيني الذي خرج في القدس والضفة واللد ومناطق 48 وقطاع غزة وخرج أيضا في دول الطوق في الأردن ولبنان، لم يعد هناك انقسام. الاحتلال تلاعب على المتناقضات والانقسامات الفلسطينية كانت الجغرافية أو الحزبية، لكن وحدة الموقف الفلسطيني التي هتفت للقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف والتي هللت للصواريخ والتي نبذت
مشروع التسوية وانحازت إلى مشروع المقاومة باعتقادي أنهت موضوع الانقسام. اليوم لا حديث عن الانقسام، اليوم حديث عن ترتيب البيت الفلسطيني. الآن لا يمكن أن نتحدث عن منظمة التحرير تمثل الشعب الفلسطيني، لا يوجد فيها حماس، لا يوجد فيها بخلط الصيف، ما بينفع يعني، لا تستقيم الأمور. ولهذا كل العمل الآن يجب أن يكون على ترتيب البيت الفلسطيني بإشراك حماس والجهاد الإسلامي، بإشراك قيادة المقاومة التي تستطيع أن تصد العدوان التي انتصرت للقدس، والتي خرجت الجماهير وخرج الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج دعما لها وتأييدا وإسنادا ومحبة، وأيضا التي تحظى الآن برأي عام دولي مؤيد لها ولمقاومتها ولصواريخها. هذه الأحداث يعني تحتاج إلى حقيقة إلى جرأة وإلى قرارات حقيقية من المقاومة الفلسطينية، لا تتهاون فيها ولا تتردد لتنفض كل يعني غبار الماضي الذي يعني صيغ من الهزائم، وتنسج الآن يعني معادلات جديدة بطعم الانتصارات وبطعم القوة وبطعم الصواريخ التي يعني صنعتها في غزة. وبالتالي الحديث عن ترتيب البيت الفلسطيني، هل يعني ذلك أنه يمكن أن نعود إلى أجواء الحديث عن انتخابات فلسطينية؟ حقيقة لا مانع من وجود انتخابات فلسطينية، بل بالعكس الرئيس أبو مازن ضيع فرصة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني. ولهذا الحديث لا يوجد الآن عن انقسام، الآن كيف نرتب بيتنا الفلسطيني، كيف نعيد الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وإشراك المقاومة وإشراك حركتي حماس والجهاد وباقي الفصائل وإخراج الفصائل التي لم تعد موجودة أصلا. نحن نريد يعني كشعب فلسطيني يريد من يمثله أن يكون بالفعل موجود وفاعل وقادر على اتخاذ القرارات. أخيرا يعني تكهنات وتفاؤل بشأن ما أطلقه أبو إبراهيم يحيى السنوار حول 1111، ماذا تعتقد كان يعني؟ والله أولا يعني أنا أنفي من معرفتي بحماس وقيادتها أن يكون هذا الرقم له علاقة بالأسرى المحررين أو بأي صفة قادمة لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن قيادة حماس لا تمزح ولا تترك أي غموض في موضوع أو لا تتلاعب في موضوع الأسرى، وموضوع هذه موضوع حساس ويكون الكلام فيها بميزان وله مدلولات كبيرة. أنا باعتقادي أن هذا كان الحديث ما بين الأخ أبو إبراهيم السنوار واللواء عباس كامل أثناء زيارتهم، وربما يكون تكنيك عسكري لم يستخدم أو رسق صواريخ أو عملية عسكرية يعد لها من أجل يعني الحديث. والأخ أبو إبراهيم تحدث بشكل غامض عن الموضوع وبشكل أعتقد ملفت، وهو رسالة للاحتلال الإسرائيلي أن ما لا تعلموه أكثر بكثير مما علمتوه، وما شاهدتوه أقل بكثير مما يعني مخبأ لكم، وأن المقاومة الفلسطينية لم تستخدم كل ما لديها وقادرة في أي مواجهة قادمة إن عدتم أو إن عاد العدوان أن يكون لها أيضا الكثير من الحديث الذي ما زال لم يقال. وأعتقد أن الموضوع بات معروفا أن كتائب القسام معنية الآن أن تقول للاحتلال الإسرائيلي أن عهدا جديدا قد فتح الآن، وأن عهد الهزائم والتردد والحديث الذي فيه توسل من الشعب الفلسطيني قد ذهب. اليوم هناك حديث بالأرقام والحقائق وحديث بالوضوح وبالعزة والإباء تتحدث به قيادة المقاومة، وهذا حقيقة يعطي النفس يعني طمأنينة. حتى أنا لاحظت الأخ أبو إبراهيم حينما تحدث تحدث بثقة وتحدث يعني بشكل الواثق أن ما لديه كثير. الأستاذ إبراهيم المدهون الكاتب والمحلل السياسي، شكرا.